مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 12 يونيو أعلنت وكالة IST للترفيه أن سونو تم اختياره كسفير جديد للعلامة التجارية. هذا الأمر يتماشى مع مفهوم العلامة التجارية المتمثل في دمج الموسيقى والموضة. التقى سونو والمصمم مايك أميري لأول مرة وتحدث في عرض أزياء خريف وشتاء 2024 الذي أقيم في باريس في يناير 2024. ومنذ ذلك الحين أصبحت العلاقة وطيدة بين الاثنان بسبب حول مشترك للموسيقى والأزياء والحرية الفنية، الأمر الذي نتج عنه في النهاية خبر اليوم. أعربت العلامة التجارية عن حبها قائلة: إن اختيار الأيقونة الصاعدة سونو كسفير يمثل تطور روح العلامة التجارية، إنه يعكس الجذور الموسيقية والثقافية للعلامة التجارية ورؤيتها العالمية. يسعدنا جدا أن نرحب بسونو كفرد من عائلتنا. وقال سونو: كان عرض خريف وشتاء 2024 هو المدرج الأول الذي حضرته، وتمكنت من الشعور بالعلاقة الوطيدة بين أسلوبي الشخصي والعلامة التجارية التي تجمع بين الموسيقى والموضة. كمؤذن، الملابس تعبر عن نفسي وتقدم رسائل تناسب احتياجاتي الموسيقية. أنا والعلامة التجارية نتشارك نفس اللغة كوسيلة للتواصل. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.